الإعلامية ديانا رزق وأيضا السيد داني أطرش. مساء الخير لكم عبر ميوزك نيشن. بونسوار، كيفك؟ ديانا بونسوار. أستاذ داني بونسوار لك. لا شك حفل مميز هذا العام وأنتم متألقين اليوم عبر الريد كاربت هون بإديسانس جبال. ديانا، رأيك عموما بحفل الليلة وهل ستسلمين جائزة إلى أحد الفائزين؟ نعم، رح سلم الفنان ناجي قسطى، فنان شاب يمكن انشهر قريبا بلبنان يعني أغنيته متعددة، وأيضا الفيديو كليبات كمان اللي كان عم بيعملها ناجي فعلا هيك فيها رونق وفيها هيك أمور فريدة من نوعها بتخص يمكن جيل الشباب. فجائزتي رح تكون أنا وأستاذ بيير بوت الإعلامي بالإم تي في، رح نسلمه لناجي القسطى الجايزة. وطبعا أنا اليوم بحضوري يعني لبسة للمصمم الأزياء داني أطرش، من أجمل يمكن ما حبيت ألبس، مع أنه كان عنده كولكشن كتير حلوة بصراحة. كنت بعد أشوف السؤال بس داني يعني. داني، إبداع اليوم بالأسود مع الإعلامية ديانا رزق، فخبرنا أيضا رأيك عموما بحفل البيركس. ليلى مبين بدايته مبينة ناجحة. هلا أنا جاي أتفرج على الفساتين بصراحة، ما رح كذب عليك، شريت لها فستان من الحلوين، بس إنه بالنهاية شيء بشجع إنه تشوف بلبنان بعد عم بيكون في هيك إيفنت كبار وعم تلاقي هالإعلام كله موجود ببيروت. جائزة لأحد الليلة؟ أنا جايب معي جائزة، هي بتسلم الجائزة. سهرة مميزة لكم أكيد. ميرسي كلك.